لماذا يتحرك الأمازيغيون، بعض الأمازيغيين حتى لا نعمم، لإنشاء جمعية للصداقة الأمازيغية الإسرائيلية برأيك؟ دعني أستاذ فؤاد مبدئيا أوضح أن الأمازيغ على امتداد التاريخ المغاربي كانوا يصدون كل الهجومات الاستعمارية، فقد وقفوا ضد الوندال، ضد الرومان، ووقفوا ضد الفرنسيين الذين جاءوا إلى المغرب العربي، وقبل الفرنسيين ضد الإسبان، وكانوا يمثلون عنوان الصمود وعنوان التصدي وعنوان المواجهة، بل قدموا خدمات جليلة للحضارة الإسلامية وأسهموا فيها إلى أبعد الحدود. وأن تنطلق مثل هذه الدعوات من المغرب العربي، دعوات التقارب مع الكيان الصهيوني المشهود عالميا بأنه اخترق جغرافيتنا وبدد أمننا، هي دعوات مشبوهة بطبيعة الحال. هنالك تحول على صعيد مجموعة من النخب التي تقول لا علاقة للمغرب العربي بالعالم العربي، لا جسور تواصل بين هذه الجغرافيا في شمال إفريقيا والعالم العربي، ولا بد من إعادة التواصل مع الكيان الصهيوني. مثل هذه الدعوات للأسف الشديد هنالك مباركة رسمية لها. أنا بالنسبة لما قاله الأستاذ يحيى، أولا أنا أؤكد له بأن هو يدافع عن العروبة وهي لا تهم الأمازيغ. العروبة هي شيء خاص بالعرب ولا تهم الأمازيغ ولا تهم سكان شمال إفريقيا الذين لهم هويات أخرى. ليعلم الأخ أن العروبة هي شيء خاص بالجزيرة العربية وبالأقطار التي تهمها هذه المادة، وهي لا تهم الأمازيغ ولا تهم سكان شمال إفريقيا غير العرب. هذا توضيح الأول. بالنسبة لليهود لا أحتاج أن أؤكد له بأن اليهود عرف تاريخهم في منطقتنا لألف سنة قبل الميلاد المسيح. نحن تاريخ الأمازيغ الآن في شمال إفريقيا هذا العام هو 2957، يعني بعد 40 سنة أو يزيد سيتمم تاريخنا 3000 عام. نعم. عاشها معنا اليهود. اليهود لا تعنيهم هم أيضا العروبة، كما لا تعني سكان شمال إفريقيا الأقدمين. هو تحدث عن مرحلة العرب في شمال إفريقيا ونحن نتجاوز ذلك بآلاف السنين. هو أولا ذكر عبارة سيئة الذكر، وهي أن ذكر الأمازيغ بأنهم مشبوهون، وهو كلام سيء، كان طلب منه يسحبه لأنه يسيء إليه وأكثر مما يسيء إلينا. نحن في بلدنا لسنا مشبوهين، وعليه أن يسحب كل كلام سيء ضد الأمازيغ فيما يخص الجمعية. أنت يا أخي والإخوة والأخوات المستمعين تعرفون أن الأمر يتعلق بصداقة، وهي قيمة إنسانية في صالح كل الشعوب بما في ذلك العرب. فالعرب لن يستبدلوا الصداقة إلا بالعداوة وبالحرب. ونحن نعمل، أنا شخصيا مقتنع بأن الصداقة أحسن من الحرب. ولو أن العرب آمنوا بالصداقة مع اليهود منذ السنين الماضية لما أصبحنا نتفرج الآن على أودية الدماء تسير بين أولا العرب فيما بينهم وما بين العرب واليهود. إذن أولا أنا أيضا أتقزز أن يكون أحد من الناس سواء كان عربيا أو أمازيغيا أو يهوديا أن يتقزز من سماع كلمة الصداقة. متى استأصل العرب الصهاينة؟ متى استأصل العرب الكيان الصهيوني؟ الكيان الصهيوني طبيعته عدوانية، عقيدته عدوانية، هو الذي يهدف الاستئصالي، هو الذي دمر قرايا ودمر كل البلدات هنا في جنوب لبنان وما زالت أثار التدمير شاهد. ثم عندما يقول إن العروبة غريبة عن الجزائر، أنا لا أتحدث عن العروبة بمفهومها الأيديولوجي، لكن يجب أن يعترف معي أن الإسلام صاغ تاريخ المغرب العربي. لا يمكنني بين عشية وضحاها أن أتنكر لأربعة عشر قرنا من الصياغة الحضارية وأتعامل مع كيان صهيوني نشأ منذ 50 سنة. اليهود في المغرب العربي كانوا عيونا للحركة الاستعمارية الفرنسية، بمعنى عندما جاء
الجيش الفرنسي إلى المغرب العربي فإن اليهود هم الذين دلوه على أماكن المجاهدين، وعندما غادرت فرنسا المغرب العربي ذهب اليهود معهم. وصيح عليك القنوات يقول بأن على العالم وعلى المسلمين الذين دخلوا إلى المغرب عليهم أن يغادروا هذه البلاد ومعهم كتابهم المقدس. حينما نحمل كتابنا المقدس وحينما تغادر الديانة الإسلامية هذه البقاع هو بطبيعة الحال من الضروري أن يستضيف ديانة أخرى وصداقة أخرى. أولا سمعت كلاما من الأخ الأندلسي يقول بأن العرب يحملون كتابهم ويخرجوا، هذا كلام هو المسؤول عنه وهو الذي قاله وأنا أتبرأ منه، وليس هذا من مبادئي ولم يسبق لي أن قلت هذا الكلام وهو المسؤول عنه. نعم. بالنسبة للعرب هم مواطنون كاملي الحقوق وهم مغاربة عرب المغرب، والقرآن هو من كتبنا من الكتب السماوية وهو كتابنا. إذن أنا أنفي قطعا ما قاله من مغادرة العرب أو القرآن، هذا كذب وهو مسؤول عنه. فيما يخص الجمعية أنا حسب المعلومات المتوفرة لدي هي فكرة أنزلها إلى الساحة مجموعة من الشباب، وهم في الغالب إما شباب حديث التخرج من الجامعة أو معطلين أو لا يزالون طلاب، ومعهم بعض المؤيدين من أطر المجتمع المغربي من مثقفين واقتصاديين ومفكرين ومتعاطفين. هؤلاء طرحوا الفكرة منذ سنتين، وأنا من مؤيدي الفكرة، أما تأطير الموضوع فهم المسؤولون عنه. وهؤلاء الشباب حسب ما تعرفت عليه من الاتصالات بيني وبينهم هم يتقززون من العداوة المنتشرة في الشرق الأوسط ومن معاداة السامية التي بدأت تنتشر في مناطقنا، وأيضا متألمون من مغادرة يهود المغرب لوطنهم ابتداء من انتشار أحزاب القومية العربية في سنة تقريبا ابتداء من سنة 1967. طيب. في مجال ردي على الأستاذ أحمد يروق لي أن استحضر قول الشاعر العربي: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. هو أشار أن العنصر اليهودي من مكونات الجغرافيا المغاربية، علما أنه لا يوجد أي مصدر تاريخي يشير إلى أن اليهود تواجدوا في المنطقة المغاربية. المصادر تشير إلى أن اليهود نزحوا مع المسلمين من الأندلس إلى المغرب العربي، بمعنى هم طارئون على الساحة المغاربية. أنا أقول أن اليهود قليلوا ذمة، بمعنى لم يصونوا حرمة الجوار. المسلمون وفروا لهم الطمأنينة والأمان. لا داعي أن أغوص في التاريخ، فهذا ليس موضوعنا. نعود إلى الراهن العربي اليوم. معظم صناع القرار في شين بيت، في الشباك، في الموساد الإسرائيلي من أصول مغربية، تحديدا من أصول مغربية. عندما ذهبوا وانضموا إلى المؤسسات الأمنية في إسرائيل، في تل أبيب تحديدا، هل تذكروا ما قام المغاربة تجاههم من فضل وإحسان، أم كانوا جزءا من التآمر على الواقع العربي، كل الواقع العربي؟ عندما الأستاذ أحمد يقول أن العروبة غريبة وأن العروبة بعيدة كل البعد عن المغرب العربي، ومصداقا لما قاله بعض كتاب الأمازيغ للأسف الشديد: يا محمد قم وارحل من المغرب العربي. وبعضهم يقول: إذا كان المسلمون جاءوا إلى المغرب العربي على متن النياق فنحن سنرسلهم على متن البوينغ إلى الجزيرة العربية. هذه الدعوات المشبوهة تستهدف واقعا الثقافة التي أسست الأرضية المغاربية. هنالك إرادة لوأد الإسلام، لاستئصال الإسلام من المغرب العربي. الموضوع هذه الحلقة هو جمعية الصداقة في الحقيقة، ولكن الأستاذ اغتنم الفرصة ليكون من أعضاء الحركة لا سامية الانتسيميست. قال بأن يهود المغرب قليلي دمة، وأنا أستنكر هذا الكلام وأعتبره من معاداة السامية.
يهود المغرب هم محترمين وفيهم ثقة ونعرفهم ويعرفهم التجار، هم فاضلي الدماء.